في حالة انخفاض الضغط في الماسورة ستسقط أقلاع الأكسجين تلقائيا من اللوحات الموجودة فوقكم. لتدفق الأكسجين في درجة رجال الأعمال يرجى سحب الشارة الحمراء ويتم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي. أما في الدرجة السياحية يرجى وضع القناع فوق الأنف والفم مباشرة والتنفس بشكل طبيعي. احرصوا دائما على إتمام تثبيت قناعكم أولا قبل مساعدة الآخرين. نذكركم بأن التدخين غير مسموح به بما فيه السجائر الإلكترونية وجميع دورات المياه مزودة بأجهزة الكشف عن الدخان. في حالة تعذر رؤية المقصورة فإن المصابيح المشعة الموجودة بالأرض